تضرب انت والمحرس بعد من وشي هلا وقت المحرس تبعك امرك سيدي امرك دخيلك لا تواخذني والله مو بقصدي Surgery most likely to the face. I'm past all that already, and you know it. And give me what I need. امتى اجيت؟ هلا اجيت. مالك شايفتيني يعني؟ وليش مانك فاتح زمور الخطر مثل عادتك؟ الزمور عطلان وعم يقطش. ابعيد عنك. شو بك؟ ليش هيك قالك خلقتك؟ لك يا انعام، انت مالك عايشة بالبلد؟ ما عم تسمعي انه في تسريحات وتنقلات على مستوى عالي كثير؟ امبلا سمعت، بس انا بعرف انه بس عم بصير تنقلات انت عم تضل بمحلها، مش شو خايف بقى؟ خايف لانه هالمره الحديده حاميه كثير وفي روس كثير بتطير.
بس انت راسك تقيل وابن عمك حسين دعمك وما بيتركك. يا ستي حسين نفسه بجوز يطير. شو هالحكي؟ ايه مو معقول. مثل ما عم اقول لك. بس اللي بعرفه انه ابن خالتك ابو سندس وازن كتير وايده واصله. صحيح ما بقول لك لا، بس ابن خالتي مثل ابو الحسين ما بتعرفي له مبدا، يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. الو نعم. Put your back against the door and come forward three steps so you feel tile under your feet. لحظة. سيدي بدك المقدم إبراهيم. خير، شو بده المقدم إبراهيم كمان؟ ألو. أهلين مقدم إبراهيم، يا أهلا وسهلا. شو هالحكي؟ عامل طوشة؟ ساحب سكينة على رفيقه؟ طيب الله يرضى عليك يا سيادة مقدم، دبرها من عندك ولفلف لي الموضوع. لا يعني بس شو بدهم، أنا جاهز. وعمل جهدك تقنعهم ما يرفعوا دعوة. وين الولد هلا؟ هرا؟ ماشي الحال ماشي الحال. هو يا ريتك ماسكه وحبسه عندك كان أفضل. سيدي ألف شكر. لا 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 ولا يهمك، بس بصراحة ما بعرف شو صاير لهالولد، يعني ليش هيك طالع مشراني ما بعرف. شكرا لك، شكرا لك يا سيدي، مع السلامة. الله معك، مع السلامة. لسه هالولد بده يجيب لي آخرتي. وشيرين كمان عاملة مشكلة اليوم بالفحص. خير بقى، شو عاملة؟ نقلة بالفحص وعالآن مع المراقبة ومع المديرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ وقتهم؟ لك فهميهم يا أنعام، فهميهم أنه أبوهم على كف عفريت وبجوز يطير بين اللحظة والتانية، بقى مين بده يحميهم وقتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على المصر جاهز مدى؟ شو ناجي؟ ما بدك تتغدى؟ ومنين بدها تجيني القابلية؟ تغدي أنت، مالي نفس منو؟ روحي روحي ضبي الغداء. بيني وبينك يا ناجي الحديدة حامية تمام، بس أنا دبرت حالي ومشي الحال. لكن يا عمي أنت وراك عمك أبو شريف وما حدا قدك، وأنت كمان مالك منطاعة قليلة، أنت وراك ابن عمك حسين. صحيح، بس خايف يطير قبلي هيك قلك، لأنه هيك عم بسمع. يا سيدي ما بيخاف عليك، بيت السبع ما بيخلى من العظام. ما بعرف يا يوسف، ما بعرف بصراحة، هالمرة نازني قلبي. على طول بتحكي هيك وبالأخير بتطلع مبسمر بالكرسي. عفوا استاذ، شو بتحبوا تغدوا؟ ولك ما اجيت قبل شوي وسالتنا وقلنا لك بعدين؟ العمى بقلبك شو ما بتفهم؟ روح من هون هلا، روح قبل ما انزعلك مساك. عفوا سيدي انا اسف. ايه روح انا اللي عملوا الشيء، اسف. لا يا ابو وسيم، ليش هيك سويت؟ هي قطع عمره وعمر عمره، ما شفته شلون عجزنا وهو رايح جاي. يا ابو وسيم انت لازم تحفظ خط الرجعه، بركي بكره عفونا من مناصبنا، شو بده يكون موقفك قدام هالجرسون اللي بهدلته؟ اكيد راح يحقد عليك وما بتعرف شو ممكن يساوي. لذلك يا أبو وسيم لازم من هلأ ورايح تعامل الناس بلطف وتكسبهم، لأنه الأسى ما بينتسى يا أبو وسيم، وأنت سيد العارفين. لا وخاصة أنت هلأ على كف عفريت. صباح الخير أبو عساف. صباح الخيرات سيدنا، الله يخلينا ياخ، الله يديمك فوق راسنا إن شاء الله. ربي ما بنحترمك يا سيدي. كيف العيلة؟ كيف الأولاد؟ العيلة سيدي بدعوا بسلامتك، عم يفزوا بالليل ويصلوا يدعوا لك إن شاء الله. ربي بصير عندك طيارة هليكوبتر يا رب. الله يسلمك. الله يخليك. إلي أبو عساف لازمك شيء؟ بدك شيء؟ لا سيدي ما لازمني شيء، بس سيدي مشان سقف المحرس شو بدنا نساوي؟ لك بعدين بعدين. تضرب أنت والمحرس، بجوز طير أنا وياه. روح روح. صباح خير يا شباب. صباح النور. شلون صحة؟ شلون أخباركم؟ صباح الخير. أهلين معلم. أهلين سلامة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. الله يعافيك. شو استوى علمنا اليوم؟ هالبوزي ابتسامات وسلامات. ماله بالعادة؟ الله يعلمك. رجعنا ولدكم. رجعنا ولدكم يا رجل. رجعنا ولدكم يا رجل. خلصنا. كيف حالك؟ إذا ما بصحوا بالدور ولا معاملة تمشي اليوم. رجعنا ولدكم. شو هاد؟ اهلين سيدي. اهلين وسهلين. ليش عم تراقب الناس؟ لا
لانه سيدي عم يعملوا فوضى. طبعا هذا حقهم الطبيعي. انت لو كنت منظم الدور ما كان صار هيك ابدا، بس انت اصلا بدك تصير هالفوضى مشان تستفيد، صح ولا لا؟ مزبوط سيدي مزبوط. اللي قال لي اعطيني 100 ليره لفوت لك معاملتك اول وحده، بس انا ما رضيت. سمعان مخصوم منك 10 ايام. بس هذا كذاب يا سيدي. ايه سكوت سكوت، المواطن دائما على حق. هاتوا طبيبكم لشوف. هاتوا. شكرا استاذ. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. كثر خيركم فينا. الله معك. ايمتى نرجع ناخذ معك بكره؟ شكرا استاذ. الله معك. الله يطول عمرك. بعد بكره. مع السلامه. مع السلامه. عفوا سيدي. قسع هيك قسع هيك، روح سكر الباب وراي. ايوه اهلي، صباح الخير ابن العم. كيف صحتك؟ كيف العيله؟ كيف الاولاد؟ الله يخلي لي اياك. طمني شو الاخبار؟ شو الحكي؟ الاخبار ما بتطمن؟ طيب تسلم لي عينك ابن العم، انا عم بسمع من هون وهون انه بدي طير، بقى ممكن انك تساعدني بهالمساله؟ شو عم تحكي انت ابن العم؟ معقول كون انا وياك بالمقلاية سوا؟ اعوذ بالله. يعني ممكن تطير قبلي انت الثاني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شكرا، مع السلامة، الله معك. لك ورصاصي اخي العراق بتخلع. انت ما في بمخك غير دهان المحرس وتصليح السقف، العمى شو مخك فاضي وعيشك راضي. فوت فوت. هلا اجيت يا دوبني وصلت. اتصل جوز بنت خالتي ابو فرحان، قال بده يسالك شو صار مشان عسكريه ابنه. قلي له ما عاد يطلع بايده. واتصلت جارتنا ام احمد، قال بده تسالك شو صار مشان المسابقه اللي وعدت فيها هداك اليوم. قلي له لسه ما اعلناها. واتصل ابو سمير جوزها لدعد، قال بيقول لك البضاعه تبعه رح تصل على المطار بعد بكره وبده منك. ولك يا انعام يا انعام فهميني شوي بس، يعني كانك مالك عرفانه شو صاير. ولك جوزك بده يطير، بده يطير. ما عم تفهمي عربي انت؟ ما عم تسمعي اخبار؟ بقى شلون بده يخدم الناس؟ افهمي علي مشان النبي. طول بالك ناجي ولا يهمك، المهم هلا مشان ابنك وسيم. شو بقول الاخ كمان؟ كمشت الشرطة على طريق المطار عم يسوق السيارة بسرعة 150 كيلومتر. لك هدول ولادك شو صاير لهم؟ ولك شو صاير لهم؟ امتى بدهم يزوقوا على دمهم بقى؟ يعني ما بعرف شو بدهم يساووا اذا قلعوني. لك اخ اخ يا انعام. لا تخاف ناجي ما رح يقلعوك، اصلا ما بيقدروا يستغنوا عنك. هو الله يسمع منك، بس بصراحة قلبي ماله مطمن منوب. الو الو، بمين عم تتصل؟ بابن عمي حسين. صار 100 مرة متصل فيه اليوم، حاجة بقى مو حلوة. ما حدا عم يرد، لا بالبيت ولا بالمزرعة ولا بالفيلا ولا بالشالي ولا بالمكتب. مسافر يعني؟ ولك شو مسافر؟ اليوم الظهر كنت عنده بالمكتب، بعدين شلون بده يسافر بهالظروف؟ نام هلا، نام والصباح رباح. قال نام قال، وشلون بدي نام وأنا مثل فرخ السمك بالمقلاية؟ قالوا نعم. شو الحكي؟ إمتى طلعت التعيينات الجديدة؟ يعني ما لي اسم؟ بسيطة. شو الحكي بالله عم تحكي جد؟ كمان طار؟
لا 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 ولا يهمك، انا كنت فايق. شكرا، الله معك، مع السلامه. يلا لا يسلم فيك ولا عظمه. لعم على الاخبار البشعه، اكيد هذا شمتان فيني. خير شو في؟ شو في؟ جوزك طار يا انعام، جوزك طار. شو يعني؟ يعني صرنا مواطنين عاديين وصار لازم نوقف على الدور ونركب تكاسي وبدنا واسطه حتى نمرق شغلنا. شو هالحكي؟ الله لا يقدر. يا ستي قدر وخلاص. وابن عمك حسين كمان التاني طار. هلا صحيح قلعوك من الوظيفة؟ قلعوني؟ ولك تضرب انت وهالملافز، ولك قول عفوني، قول ريحوني مؤقتا، قول اقالوني مو قلعوني. عفوا بابا عفوا، ما فهمت قصدي، يعني انه انت هلا ما عدت مسؤول، ما هيك؟ لكن بلا انا مسؤول، سواء كنت بالوظيفة او برات الوظيفة، ضل مسؤول انا. بابا انا صرت خايف اطلع من البيت هلا. طبعا قد ما لك عامل مشاكل انت. بابا وانا كمان بكره ما فيني اروح على المدرسه لاني متخانقه مع المعلمات والطالبات وحتى المديره كمان. ولك تضرب منك الها؟ لك يعني انا ناقصني هموم ومشاكل حتى اكل همكم؟ وينك؟ هلا بتاخذ اختك وبتروح على المزرعه فورا، بتهربوا من الوشكة من هار، فهمت شو عمل لك؟ حاضر بابا. حاضر. يلا من هون. تفضلي معي. الو. شمتان يا ابن الكلب؟ انا بفرجيك لك اخ بس لو طلع رقمك على الكاشف. او رصاص يرصك رص شو قليل حياه. ان شاء الله رح تسكت. قوم اتحرك، قوم اسعى ودبر حالك. فعلا لازم دبر شي منصب، لازم. أنا خدمتهم كتير وبصراحة ما بقدر أعيش برا منصب منوب، بس إذا ابن عمي طار فمو معنات هالشي إني إيأس، لأنه ابن خالتي أبو سندوس لساته بالسلطة وبيطلع بإيده كل شي. والله أنا قلت لي راسي من التزمير، شباك قسام. شو استاذ؟ نضب اغراضنا ونمشي؟ لك شو تضب اغراضك وتمشي؟ يضبك عزرائيل ان شاء الله، انا لساتني مسؤول هون، فهمان؟ يعني عفوا منك استاذ، سمعنا انه سرحوك. سد بوسك، انا اللي قدمت استقالتي مو هن سرحوني، انت بتضل هون وراح اجيب لك امر بهالشيء، سمعان؟ امرك مثل ما بدك. ايه؟ اعلم ان الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فاصبر فكلاهما زائل. واكيد سمعتي يا ابن خالتي بمأساتي وكيف غدروا فيه. طبعا سمعت وصدقني نزلت من كل قلبي يا ابن خالتي. يعني معقول يرموني هيك بعد كل هالخدمات اللي قدمت لهم اياها؟ معك حق والله العظيم، معك حق. يعني المفروض بعد كل الخدمات اللي خدمتهم اياها لازم يرفعوك مو سرحوك. دخيلك يا ابو سندس دبرني، لاني بالحقيقه مالي غيرك وانا بطق بلا منصب، بجن بلا مسؤوليه، هيك تعودت. بس انت بتعرف تماما انه مستحيل ترجع لوظيفتك. بعرف والله بعرف، بس يعني اذا بتدبروني بشي منصب تاني كون ممنونك. على عيني تكرم، بس يعني يمكن يكون اقل مرتبه شوي، معلش. شو عليه يا سيدي؟ شو عليه؟ ماشي الحال. طيب شو رأيك بمنصب رئيس بلدية؟ رئيس بلدية؟ ماشي الحال. كم سيارة رح يكون عندي؟ أولاً رح يكون عندنا سيارتي بس؟ وبيك أب؟ يا حبيبي بدك تركبني بالبيك أب مثل الخواريف؟ اتحمدي ربك يلي وصلنا لهون، ابن عمي حسين ما خلوا عنده ولا سيارة. ويا ترى في سفر لبرا ولا ما في؟ في سفرة للبنان،
سفرة للأردن ومؤتمر بعمان. يعني ما في رحلات على أوروبا وعلى أمريكا مثل الأول؟ لا والله ما في للأسف، ما في. والمحرس؟ اطمني خلونا يا. لا منيح ماشي الحال، أحسن من بلا. وإمتى بقى بدهم يسلموك هذا المنصب الجديد؟ وعدني أبو سندوس إني استلمه بعد أسبوع. وبتعرفي أبو سندوس لما بيحكي شو القصة يا أبو سندوس؟ يعني لحد هلأ مضى شهر كامل ولسه ما استلمت المنصب. الحقيقة ما بعرف شو بدي لك يا ابن خالتي، المنصب يعني طار، أخذ واحد أتقل مني بكتير، قال بده إياه لواحد قرايبه يعني هيك كم شهر لبين ما يلاقي له بعثة لبرات البلد. طيب وأنا شو بدي ساوي؟ فهمني يا ابن خالتي فهمني، أنا ما بقدر أقعد بلا مسؤولية وبلا منصب منوب، بتعقد يا أبو سندوس. ماشي الحال ماشي الحال ولا يهمك، خلص في عندي منصب بس أقل ما قلت لك عنه المرة الماضية، بيمشي حاله معك؟ شو هو؟ يا سيدي من عينك المدير العام لجمعيات تحسين الأعلاف. منيح هيك؟ تحسين الأعلاف؟ سيدي ماشي الحال ماشي، بس شو ميزات هالوظيفة؟ أولاً راح يسلموك سيارة موديل 1988 موديل سيارة. يا حبيبي كملت معنا والله. وراح يعطوني 500 لتر بنزين بالشهر. بس بابا أنا هدول بنهار واحد بصرفهم. لك خلاص ولا خلاص هلأ، مو شاطر إلا بالاعتراض. خليني اشرح لامك ميزات المنصب الجديد. دخلك هاي السياره المستاجره شو راح تساوي فيها؟ يا ستي بنسلمها لاصحابها وصلى الله وبارك. يا حبيبي يعني راح نضل على سياره وحده؟ ما راح يعطوك سياره ثانيه؟ راح يعطوني تراكتور وبراء تريلا. حلو والله، مو ناقص غير اطلع بتراكتور. وراح يبعتوني باذونها سفر على المحافظات. يعني ما في سفر لبرا؟ لا والله ما في. بابا انا ما عدت اروح على الجامعه. ولا أنا كمان بابا، يعني شلون بدي أهرب من نظرات رفقاتي أنا؟ ولك خرسوا أنتوا اثنين وبلا لعي، احمدوا ربكن على هالمنصب يلي بألف يا ويلة حتى قدرت أحصل عليه. وإمتى رح تستلم هذا المنصب الجديد؟ يعني بعد أسبوعين، هيك وعدني ابن خالتي أبو سندوس. شو استا؟ شو صار معكم مشاني؟ ولك ما جبت لك كتاب من أبو سندوس مشان تضل عندي لما بدي استلم المنصب الجديد؟ وما استلمته لسه؟ لسه. شوف استاذ باي اسبوع قدامه، اذا ما جبت لي الكتاب الجديد رح ضب اغراضي واحمل ضربتي وامشي. يا لك شو ضب اغراضك؟ ناوي تطير لي هيبتي انت؟ استنى شوي يا اخي طول بالك. شباب ايه حبيبي ما بعرف حقيقي ما بعرف ايش هيك حظك يا ابن خالتي، كل ما بدبر لك منصب بطير. طيب شو صار بمنصب مدير التخزين والتبريد؟ للأسف طار كمان. طار يا ابن خالتي هذا المنصب طار. وبعدين يا أبو سندوس الله يخليك، أنا وأختك أم وسيم والأولاد رح نجن والله رح نجن. خلص ابن خالتي خلص ولا يهمك، ازرع هالمرة بدقني ولا تضوج. صدقني ما عاد أقدر ما عاد أقدر منوب، يعني ست أشهر وأربعة أيام وأنا بلا منصب أو مسؤولية يا أبو سندوس. إيه وين صارت هي؟ قسما بالله جمعة زمان على هالحالة وراح تلاقي ابن خالتك يا زاتت حاله بالنهار يا رامي حاله من فوق شي مادنة، يا زاتت حاله قدام شي قاطرة ومقطورة. لهالدرجة يا ابن خالتي؟ وأكتر، ليش مين ما بيحب المناصب والمسؤولية وخاصة يلي بيدوقها؟ بقى دبرني يا ابن خالتي دبرني الله يرضى عليك. تذكرت من خالتي؟ تذكرت؟ في لك عندي منصب. شو هو؟ الحقني فيه دخيلك. يعني من خالتي هو ما له قد المقام، يعني مقامك كبير الحمد لله، بس يعني بتصوري هذا المنصب لا راح حدا ينافسك عليه ولا راح حدا يزحمك على هالمنصب. يعني هو منصب منصب؟ ايه طبعا، منصب محترم، بس يعني هو حقيقة يعني أقل من المنصب السابق. يا سيدي قبلان شو مكان؟ بس شو هو؟ يا سيدي راح نعينك مختار حارة السبعة وزمتها، شو رأيك؟ السبعة وزمتها؟ وين تجي هاي؟ هون عنا بالبلد، وين بدكن يعني؟ وحارة كبيرة ومعروفة كمان. يلا لا تتردد وأنا بدي نفعك، صدقني بدي نفعك. طيب هالمنصب في سيارة؟ بالحقيقة سيارة لا، بس فيها موتوسيكل، ويعني للأسف يعني بده شوية تصليح ومثل الطيارة بصير. ماشي الحال، بس بعد إذنك ابن خالتي بدي أحط كلبة قدام مكتبي إذا ما في مانع. يا سيدي ولا يهمك، حط يلي بدك إياه ما عنا مشكلة. وإمتى رح استلم المنصب؟ بكرة، بكرة من الصبح فيك تستلمه، اتفقنا؟ منيح منيح كتر خيرك.
لك وبعدين يا حبيبي امتى بده يجي المختار؟ شو هالحكي؟ شو رايك تيجي تقعد محله؟ لك حبيبي ما بدي اقعد محله بس بدي روح اتيسر على شغلي. ايه استنى على شغل يلا خلاص انت الثاني هدو لحتى يجي. الله العظيم على القصه. شو هالحكي؟ صار الساعه 11 وهرجع. بس حلوة ها يعطيك العافية. تفضل سيدي. بعدك 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 بدر بعد. الله لا يحرمنا اياك يا سيدي، والله الاولاد عم يفزوا بالليل ويصلوا يدعوا لك ويقولوا الله يعلي مراتبك اكثر واكثر يا سيدي. شكرا شكرا يا حبيبي. مرحبا مختار. اهلين، شو فوتك على مكتبي انت؟ والله بسجل معاملة. اطلع على برا اطلع على برا يا ابو عساف. نعم سيدي. الله يرضى عليك، من هلا ورايح ما بتخلي حدا منو بيدخل لعندي قبل ما اقرا الجرايد واشرب فنجان القهوه. امركم سيدي امركم برا برا ليقرا سيادته الجرايد برا. الو ولك اضحكوا مثل ما بدكم، المهم انا مستلم منصب وقاعد على كرسي حكومي. يا حلاوة المنصب يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة. اشعل ورا الدنيا ما بفوتكم غير بالدور بكون ما بفوت صوت بفوت على القلب بلا احمو ولا دستور. لك شلون ما بده يكون حلو يعني شلون؟ يا عليم الله كل واحد بده يغني هو عم يقاسي ويعاني المعاناه هي بده يطلع صوته حلو كثير كثير. وليش لحتى يقاسي ويعاني؟ لا تنسى انه مسعود باقي له 3 اشهر حتى يخلص محكوميته ويطلع افراج، يعني لازم يفرح من هلا. بس العتر علينا، نحن كل واحد منا على القليله بده 4 سنين لحتى يطلع. ولك يا شريف صار لي بالحبس 9 سنين و9 أشهر، يعني تكسرت عظامي من القعدة، تيبست مفاصلي من البرد والرطوبة، وفوق منها عم تحسدني. باطل يا معلم مسعود باطل، فشرت عيني اللي بده يحسدها. بالعكس أنا فرحان لك كتير، نفس الوقت زعلان على هالوقت يلي عم يمضى علينا أبطأ من الزلحفة. كله بيهون، كل شيء وإله نهاية، بس بده صبر. مو بس بدها صبر يا معلم مسعود، بدها الواحد ينسى الزمن والساعة والروزنامة وما يفكر أبعد من هالأربع حيطان، ولا بيتعب مخه وبتتعقد نفسيته، ولا شلون حيدار؟ والله عم تحكي مزبوط، كلامك كله جواهي. إجا أبو أديك يا شباب، إجا أبو أديك، طب طب
يا حبيبي لك شو قاعد انت وياه؟ كل واحد متسطع لي كانه قاعدين بوتين ومتسمم وقوم. بدي اجي اخذ الاصافانية بعد ربع ساعة، فهمتوا؟ قوموا قرواني شباب. العمى على الانسان يلي اله مثل المبرد. تفضلوا شباب، لو كنا عم نعطيه مصاري كان لسانه احلى من العسل معنا. منين بدنا نجيب له مصاري؟ لك يلا نعطفنا وعرفنا. تفضلوا شباب، قولوا بسم الله نشوف. شو الاكل اليوم؟ اوزي. تلعب بس ماشكات. الله عليك يا ابو عبدو. والله راحت علينا. ادخل. احترامي سيدي. اهلين سيدي، في سجين جديد بنقول لعنا، تفضلوا هي ادبارته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. منين نأمن محلات لكل الامم اللي عبعتونا اياها؟ لك عنا 200 سجين بيبعتوا لي 50 مخدة، 50 بطانية، 50 معلقة. لك حتى المساجين عم بيأجروا المخدات والبطانيات بالمصاري. هاتوا لنشوف المسطرة، هاتوا. حاضر سيدي. الله يكون معكم ويحفظ معكم. يا سيدي شو بدنا نساوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فوت قدامي لشوف، فوت. صباح الخير سيدي. منين جايبينك يا نعمان؟ عفوا سيدي، يعني مكتوب عندكم بالأدبار. خلاص ولا جاوب مثل بني آدمين مو مثل حمير. حاضر سيدي حاضر، بس أنا قصدي إنه معك أغراض؟ سيدي معي شنطاية صغيرة. فكولوا الكلبشة من إيدي وسلموا لأبو أديب. يلا تحرك. حاضر سيدي تفضل. شو جرمه هذا؟ حيازة حشيش بقصد الإتجار. قضى نص محكوميته بالراموسة وبعدين بعثوا لنا اياه. مبين على وجهه التعتير والإجرام. واضحة مثل عين الشمس. يا سيدي. ايه اللي نشوف، شو أخبار السهرة مباري؟ والله كانت تمام. فوت ودفيس. ما خلصتوا سم الهارية انت وياه؟ مين دوره اليوم بالصخرة؟ دور بشير وحيدر. ايه قوم انت وياه قوم. وانت كمان تعال. تكرم ابو اديب. انت بتروح على المطبخ تجديد البلوات. وانتوا بتروحوا على دورات المياه تشطفوا لي اياها شطفة منيحة، بدي اياها المع من وجوهكم. ها شو فهمتوا؟ لك اكملي شوي. كتر خير يا خمو. الاسم بالخير نعمان والسبع تنعام. اكل شي انت؟ شكرا عمو والله ما لي نفس. في معي سندويشة جبنة جايبت لي اياها مرتي من 10 ايام، بس انا لاففها بالنايلو لساتها طرية. شو رأيك؟ شكرا عمو شكرا. على راحتك، بجوز يكون فكرك مشغول وما لك بوارد الأكل، مو هيك؟ أنا اسمي مسعود الحفياني، إن شاء الله رح تنبسط معنا هون، لأنه كل المساجين أوادم وبيعجبوك. فيكم البركة يا عمو. شو جرمك أنت؟ حيازة حشيش بقصد الإتجار. إنا لله وإنا إليه راجعون. والحكمت؟ حكمت 6 سنين، قضيت 3 وبقيان 3. بس قسما بالله يا عم، قسما بالله ما لي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. الحق بإيدك ما تصدقني، الحق بإيدك. ما هو كل مسجون بيقول عن حاله مظلوم، بس قسما بالله العظيم اني مظلوم. شلون يعني مظلوم؟ رفيقي كان السبب، هو اللي ورطني. شلون ورطك؟ والله يا عمو ما رضي تجوزه اختي، يعني ما صار نصيب.
فيك تقول يعني هو الشاب اخلاقه مو كل هالقد. المهم نحن نسيناها القصة وراحت الايام واجت الايام. اجى قال لي انا عمان خذ هالشنطاي حط لي اياها عندك بالبيت. اخذتها انا رفيقي حطيتها عندي بالبيت. بعد ساعة دقت المباحث وعلقت هذيك العلقة. مو مصدقني مو هيك؟ وليش لحتى ما صدقك؟ أنا بحكم خبرتي بهالحياة إلي نظرة بالناس، وأكيد أنت طيب وابن حلال. الله يخليك يا عم، الله يخليك ويسلمك. بس عدم المؤاخذة، حضرتك شو جرمك؟ أولا لا تقلي حضرتك، أنا اسمي مسعود، بالسجن ما في ألقاب. أمرك عمو أمرك. أنا يا ابني انسجنت بتهمة القتل العمد. شاب أزعر لئيم خطف بنتي الوحيدة اللي مالي بالدنيا غيرها، بدي اتجوزها غصب عني، خباها ببيت بالبستان واجا لعندي على أمل يعني انه يحطني تحت الأمر الواقع. كلمة منه كلمة مني طاول علي سبني، مد ايده بدي يضربني، امسفاته رصاصتين كومته بأرضه، من حكمت فيه 10 سنين بقيالي منه 3 شهور وبطلع. عضلك عضة من هالسندويشة تسند طولك. شكرا. أهلين أبو رعد. اليوم ما بقدر، عندي مناوبة. يا سيدي مر علينا شي برنامج تبع مقصف اللؤلؤة، حاضر وقتها من 10 مرات. أبو رعد شو رأيكم تجوا تسهروا عندي الليلة؟ إيه أصبح خبر الشباب. ولا يهمك، العشاء والحلو كله جاهز. الله معك، مع السلامة. أهلين. ادخل. تفضل سيدي. ولك انت حيوان انت، انا 100 مرة قلت لك لا تقدمني الشاب يا الصينية هاي لعمج وغبي. روح يا بنتي، تضرب انت واللي بعدك لعندي. يا سيدي في وحدة برا صرعتنا ومصرة الا تشوفك. شو بدها؟ ما بعرف يا سيدي، بس مصرة نتقابلك شخصيا. خليها تفوت. حاضر سيدي. تفضل. يعطيك العافية أستاذ. شو أستاذ يا خانم؟ هزبي ألفاظك واحكي منيح. عفوا ليش أنا بشغل طوط. شو بدك هلا؟ خلصيني. يا سيدي أنا جاهز والأخي، بس العمال برا منعوني من الزيارة. عمال؟ أنا عندي عمال، أنا عندي عناصر لك أختي. المهم ما خلوني زوره. طبعا ما بده يخلوك يزوري، لأنك جاي خارج أوقات الزيارة. والله بعرف يا سيدي، ولهالسبب بدي أترجاك أنك تسمح لي زوره. صعب كتير، النظام ما بيسمح. خلي لي إياك، أنا جاي من محل بعيد، والله صلي 4 أشهر ما شفته. طيب تعي بأوقات الزيارة بخليك تشوفي. الله يخليك لا تكسر بخاطري، الله يخليك خليني زوره. ولك يا أختي أنت ما عم تفهميني، أنا ما بخالف النظام، روحي اسألي عني. يعني الله معك، مع السلامة. الله يسامحك. مين اخوك انت؟ نعمان شريفة. هذا جديد عنا وممنوع زيارته قبل شهر. تفضلي، مع السلامة. لك وين الشاي يا زفت؟ حبيت انحط على الخشب.
لمين عم تنحت كل هالشغلات لك ابني؟ لفايزة اختي، هي كتير بتحب هدول الشغلات. يا الله يا عمو شو اشتقت لها، صار لي 4 أشهر ما شفتها وما عم بعرف ليش ما عم تجي تزورني. عمو انت خاطب ولا متجوز؟ لا خاطب عمو، خاطب. خطيبتي عم تنتظرني ان شاء الله لأطلع، بس بتعرف عمو والله خايف تتركني. ايه لا لا تخاف، ما بتتركك، اذا كانت بتحبك ما بتتركك. ان شاء الله يا عمو ان شاء الله. وشوف هي كمان ايه شيء اكلي تمام والله. مش عم تدعي لي عمو؟ الله يعطيك العافية، شيء حلو. نعمة شريفة. حاضر. شو؟ بنتك مو دريان بالخبر. أنو خبر؟ أفرجوا عنك اليوم. نعم؟ لك مثل ما عم قال لك، ما عم تسمع؟ طلع أمر بالإفراج عنك اليوم. معقول؟ طيب شلون هيك؟ يا حبيبي طلع عفو عام عن جرائم المخدرات وشملك بالجملة. بضب أغراضك والحاني لا تعوى. يلا لك ألف مبروك، إن شاء الله ألف مبروك. الله يخليك. أعباد وكياتكم لك، ما بعد الصبر إلا الفرار. لك عمي الشباب، لك تسلم لي، لك مبروك يا أمام. الله يبارك، الله يبارك فيك يا رب. أنا بوصلك مهي، وهي تالتي، وهي رابعة. أعبادكم يا رب، إن شاء الله أنت خوفي، أنتم السابقين ونحن لا. الله يخلينا ياك يا عبو، الله يخلينا ياك يا عبو. شوف أختي وخطيبتي. يا شباب قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم ما رح تكمل فرحتي إلا بخرجكم كلياتكم. لك خلصنا هلا بلا عواطف عليك مصدي. يلا خود كرتون الله. يلا والله ما، الله يسر لك. لك الله يخلي لي ياكم يا رب. لك امشي حاجة معي بقى. أمانة اشتروا ما شفتوا منها. الله يسر. 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 سلامي. الله معك. الله معك. الله معك. وين يا ابوي؟ بدي اطلع من السجن. افرجوا عني. افرجوا عنا؟ لك ايه ايه افرجوا عنه. طيب ودعت معلمنا ابو رأفت؟ مين ابو رأفت؟ لك يخرب بيتك ما بتعرف مين ابو رأفت؟ لك ابو رأفت مدير السجن. ايه ايه بس ما بعرف انه اسمه ابو رأفت. ما بتعرف اسمه ابو رأفت؟ يلا يلا روح ودعو. ايه شو عليه؟ ايه لازم والله. يلا يلا. هذا يا سيدي في 3 عساكر هجموا على نقطة عسكرية قاموا لقوها فاصلة. هلا خلصت النكتة؟ ايه خلصت. ايه ما بتضحي؟ هاي النكتة خالص مفعولة بس ما هو. ها ايه والله ما حدا خالص مفعوله غير ابو رعد. ادخل. احترامي سيدي. اهلين، شوف يا ابو اديب. سيدي هذا السجين نعمان شريفة تبع اطلاق السراح. وصل، روح انت. امرك سيدي. انا زعلان منك كتير يا نعمان. خير سيدي ليش؟ معقول تروح بدون ما تودعني؟ لا معاذ الله سيدي، معاذ الله. بس والله العظيم خفت ازعجكم، يعني افتكرت انه ممكن تكون نايم. اسمعوا على الحكي، قال نايم قال. مدير السجن ما بينام يا فهمان. لازم يسهر على امن وراحة ضيوفه، وهدول امانة برقبته. سيدي الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية كلياتكم. شو بدك تشتغل بس تطلع من عنا؟ سيدي انا نجار، يعني عفوا مصلحتي انه انا نجار، و دكانتي مسكره من 3 سنين يعني قبل ما ادخل على السجن اللي عم تكون. اوف، وليش مسكره كل هالفتره؟ ايه مو احسن لك تضل هون اكل شارب نايم بلاش؟ ايه ما صحت لجدي. اصبح خليك عنا لبكره، شو رايك تقعد سهر معنا؟ لا سيدي لا لا الله يخليك، معلش خليني اروح. الله يخليك. شو شايفك مستعجل كتير؟
بيظهر مشتاق لمتك كتير يا عفري. عفوا سيدي، انا مالي متجوز، انا خاطب. اصبح مشتاق لخطيبتك يا نمس. تاريك مو هوين لك نعمان. هات لشوف، فرجيني شو حاطط بهالشنطه. شنطتي ما فيها شيء. لك ورجينا لشوف، خلصنا. حاضر 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 سيدي. هو يعني ما لي حاطط فيها شيء، اغراضي سيدي. صوره ما في شيء. وصورة مين هاي؟ صورة خطيبتي، رسمتها بالسجن. بدك الصراحة؟ خطيبتك حلوة كتير. شوفوا يا جماعة، شوفوا ذوقها السهيان محلاه. هات هات لشوفها بسموان. ايه لك ايه، والله ما لك حق تتركها كل هالمدة. ايه طالع شو مخبي لكان، طالع يا سيدي. ولك حاجتك مكمكة بقى، طالع. حاضر سيدي. سيدي هي مسبحة اشتغلتها لخطيبتي، مش عم تدعي لي. شي حلو زابطة معك، بالظاهر بتحبها كتير لك درسان. هذا شو؟ بحبها والله. شو رأيك تهديني إياها؟ لك رد ولك بخيل؟ لا تخجلني قدام ضيوفي نعمان. لا أعوذ بالله سيدي، أعوذ بالله. خلاص سيدي، إذا بده إياها ياخدها. ها؟ هيك ها؟ هيك بيحكوا الأوادم. أبرعد، خذ المسبحة هدية لمرتك. أنا متأكد إنه طالع من عيونه لنعمان. هي سيدي، هات لشوف، طالع شوفي معك كمان. شو بدي أخبي يا سيدي؟ والله العظيم ما لي مخبي شيء. طالع كل شي معك عشان ما رجعك على القوشة. شو ها؟ سمك يا سيدي. ومنين اصطدت؟ شو ها؟ حصان. هذا حصان؟ ايه ما منصدق لحتى تصهل مثل الحصان. يا سيدي بس يلا يلا صالة، شوف بيض وشي قدام الضيوف. عفوا سيدي بس لا خلصني بلا دلال. حاضر. هذا حصان عم يولد. لا هذا حصان قاعد بعزا. شوفي معك كمان، هات شوف سيدي. في العفو منكم سيدي، في معي هذا الحمار. لا هذا مو حمار ابدا. مبلا سيدي مبلا، حمار سيدي. ما بصدق لحتى اسمع صوته. يلا نشوف شنهي. يا سيدي الله يخليك، شو شنهي؟ ولا خلصني بقى شنهي. حاضر سيدي. ها 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 سيدي الله يخليك، خليك اليوم بدك تروح على بيتنا سيدي. وليش بدك تروح على بيتها سيدي؟ مو قلتوا لنا انه في طلع عفو، انه طلع باسمي امر افراج. سمعتوا طلع باسمه امر افراج؟ دخيلكم والله ما كثير حطوها من الضحك. دخيلك دخيلك يا ابو رفعت، انهينا الفيلم، افطسنا من الضحك. ولك يا حمار، صدقت انه طلع افراج باسمك؟ لكن شو سيدي؟ ولك لحنا داي اخلاقنا شوي، جبناك لنمزح معك. تمزح معي سيدي؟ بترجاكم سيدي، بترجاك سيدي، اللي هناك عم تمزح. شلون بدنا نقول لك لا؟ ما بتزبط. ليش هيك ساويتوا سيدي؟ ليش هيك ساويتوا؟ الله يسامحك يا رب، الله يسامحكم. الله يسامحكم يا رب.
الله يسامحكم يا رب. اللحظة صار لي عم بنتظرها 3 سنين. ايش هيك عملتوا؟ والله ما بيكفي انه سرقت احلى 3 سنين من عمري. الله يسامحكم، الله يسامحكم. ايه تضرب صحيح، رح تقلب لي اياها مناحة يا ابو اديب. حاضر سيدي. ارجع نعمان على اوش. امرك سيدي، تحرك معي لشوف. بس لا تكون زعلت منها. لا سيدي العفو، انا ما زعلت منكم، انا زعلت عليكم كثير. امشي امشي. شايف لك الرجعه قريبه. ليش رجعت يا نعمان؟